أما هلا فرح رح نروح لمحطتنا التالية وحنحكي شوي عن العطلة الصيفية، ومثل ما بنعرف أول حدا ببلش يفتش شو بدنا نعمل بالصيف أنا الأطفال الأطفال والأمهات أنا أكيد أكيد. الله يخلي لك العباس، شكرا سلمى. وإن شاء الله هيك تلاقي، خليني أقول طرق ووسائل إنه تضبطي شوي الحركة والشقوة تبعيتها وبشي مفيد خلال فصل الصيف. وهذا السؤال اللي كل الأهل بيسألوه، ملل بيصيب فترات طويلة من الراحة، ما في شيء عم يعملوه، بنفس الوقت كيف ممكن نستفيد ونخليهم كمان يلعبوا، لأنه مو معقول نعبي لهم كل وقتهم بمهارات وبشغل وبدورات ونخليهم ما يلعبوا كمان، يعني أساسا ما حيقبلوا سلمى. صحيح. حتى لو حاولنا. صحيح فرح، فخلينا نتعرف أكثر شو ممكن نساوي لنكسر الشعور بالملل بين طبعا الآباء والأبناء، أو كيف ممكن يقضوا فترة الصيف، شو الشيء المفيد ممكن يعملوه. كل هالشيء رح تعرفنا عليه ضيفتنا الأستاذة رهف تسابحجي، استشارية أسرية. صباح الخير. صباح وكل عام وانت بخير. وانتم بألف خير يا رب. يسعد صباحك رهف، وأهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما قالت سلمى، يمكن حطت إيدها على الجرح. اليوم عنا ساعات طويلة والنهار طويل، ويمكن حتى يمكن مدرسة أوقات ما بيكون في نادي صيفي، يمكن مو بقدرة الأهل إنه يحطوا أولادهم نادي صيفي، أو حتى يمكن النوادي العادية اللي بتناسب اهتمامات ومواهب الطفل. خلينا نبدأ خطوة بخطوة كيف بنقدر نملي وقت الطفل بطريقة صح وما تكون كمان كتير متعبة ومنهكة للأهل. هلأ خلينا نحكي إنه الأهل دائماً، في أهل بتحط مخطط للصيف إنه شو بدها تعمل مع أطفالها، وفي أهل خلاص تركوهم خليهم ينبسطوا خليهم يسوي اللي بدهم إياه. هلأ خلينا نحكي أول شيء على اللي تركوهم خليهم يسوي اللي بدهم إياه. الشيء اللي بيصير إنه بينعطوا الموبايلات، تمام، يا أما الآيباد، وخلاص بلش الكارثة. الأهل بتنبسط بهذا الشيء إنه ما بيعودوا بينطوا بيأمزوا، خلاص إنه خلاص بيهدوا، يعني هن مبالون انه هيدا الشيء بيخلي الطفل انه هو خلص يقعد ويهدى. واوقات الاهل من كثر ما بكون تعبانين فهن بالعكس انه بلاقوا انه الطفل الهادي هو احسن بكثير. بالعكس، وخاصه مثلا اذا راح عند حدا انه لا، لما بيكون قاعد وهادي وما عم يساوي شيء معناته هو مؤدب، ما هو بيخجلنا. محترم، ايه ما بيخجلنا، معناته كثير ممتاز. طبعا هيدا الشيء كثير بيطلع مع الولد على كبر، ف تزداد عنده هاي المشاكل، بصير عنده أوقات مشاكل، ممكن يصير انطوائي، ممكن ما يعود يعرف يتعامل مع العالم، بصير أوقات بده يجرب شغلات ما جربها وقت كان طفل، فهون كارثة. يعني لما يكبر يصير مثلا بعد البكالوريا بلاقي حاله انه خلص صار على حريته، ببلش بقى بيساوي شغلات انه هي ما لازم يساويها بهذا العمر، يعني هي شغلات طفولية. لذلك كتير مهم انه الاهل خلال هاي الفترة، يعني هي تقريبا نحن قد ايه بقيان، شهرين ثلاث شهور تقريبا او اربع شهور، شهرين ونص تقريبا لانه لنص تسعة يعني. فخلال هاي الفترة الشيء اللي بلازم يساووه انه يحطوا مخطط. طيب يعني شو، يعني دائما ما نحط مخططات؟ ايه، خاصه اذا عندهم اكثر من طفل او اذا كان طفل وحيد. اوقات الطفل الوحيد بده اهتمام اكثر من لما بيكونوا كثره. ليش؟ لانه بصير بيشعر بالوحده، بيشعر انه هو لحاله، فهذا الشيء بيخليه يصير انطوائي اكثر. طيب شو في مثلا نشاطات خلي الطفل انه يساويها؟ طبعا مثل ما حكينا انه، او مثل ما حكيتوا انه في النوادي الصيفيه، يعني اللي هي مثلا رياضه، سباحه، باسكت، سله، كره قدم، حسب كل طفل هو شو الميول تبعه. طبعا بالفتره الاولى الاهل ما بتعرف شو الميول، فاوقات كثير بدها تجرب، تجرب اكثر من لعبه، يعني مو شرط دائما انه خلص غصب من عنك بدك تفوت هي، لا، اوقات هي مثلا تخليه يجرب عده شغلات لحتى يشوفوا بعدين وين الميول تبعه. كثير مهم، مثلا في عندنا رسم، موسيقى، شغلات يدويه، كثير حلوين هدول القصص لانه بتعلم الطفل مهارات، خاصه الشيء اليدوي خلينا نقول، وكمان كل هدول بفرغ الطاقات. طيب في عنا كمان مهارات تانية كتير مهم لازم ينتبهوا لها الأهل، اللي هي مهارات الحياتية. شاني مهارات حياتية؟ مهارات حياتية اللي هي كيف يتواصل مع الآخرين، كيف يعالج مشكلة. أو أبنه الطفل يعني عمره 7 سنين أو 10 سنين بده يتعلم كيف يعالج مشاكله، لكن ما بتلاقيه بالمدرسة غير عم يعالج مشاكله بطريقة مثلا أوقات عنفوانية. طيب ولما بيكبر إذا ما عنده هاي المهارة تلاقيه بلش صار يصير في صدام بينه وبين الآخرين. لذلك لما نشتغل معه على صغر ونشتغل على هدول المهارات من خلال اللعب، فشوفي شلون إنه بيتعلم
من خلال اللعب. دائما التعليم للأطفال من خلال اللعب بيكون له تأثير كتير كبير على مستوى اللاوعي تبعه. أكثر طبعا الطفل ما بنحسن نحطه ونقعد نحكي له ونعطيه محاضرة، لا، كل هدول بدنا نشتغل فيهم من طريق خلينا نعرف دكتورة بالتفصيل كيف هاي المهارات الحياتية بنقدر نكتسبها، خاصة إذا بدنا نحكي بصراحة كتير كبيرة. اليوم عم نشوف جيل ذكي، جيل واعي، صحيح. جيل قادر يمكن يستوعب أكثر بطريقة صحيحة، وقت ما نشوف نماذج يمكن تذهلنا بدرجة ذكاء، فخلينا نحكي كيف نقدر نستثمر هذا الذكاء بطريقة صح، ما نضوج كتير من يمكن رغبة الأطفال الكبيرة إنه هن يتعلموا أو إنه هن يلعبوا، مثل هاي التفاصيل اللي حكيناها إنه الطفل الهادي هو المرغوب والمحبب، والطفل الشقي هو الطفل يعني نحن بنخاف منه على طول وبانتظار الكارثة يعني. بس على فكرة الطفل يعني بيكون حرك بصغره فهو ذكي، وعلى كبر تلاقيه بلش بيهدى طبعا حسب تعامل الأهل معه. هلا مثل ما قلتي بدنا نعرف شو هن المهارات الحياتية. طيب خلينا نحكي انه ما في دورات، هلا هو في عدة دورات للأطفال وفي حتى لليافعين، يعني مساوي حتى لليافعين انه مهارات كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تخطط لحياتك، كيف تكون عندك أهداف، كثير هدول شغلات مهمة وخاصة لعمر خلينا نقول التين ايجر. هدول بلش بقى بدل ما يصير كل حياته بس لعب وكمان أكثر شيء الألعاب الإلكترونية، لا، بنبلش بنحط له أفكار انه انت كيف تخطط، وليس بس الحلم تبع انا بدي اطلع مهندس او انا بدي اطلع دكتور، لا، في عنا اهداف بالحياة، في عنا رسالة بالحياة، فنبلش من علمه اياهم. طيب هلا خلينا نبلش من على يكون الطفل صغير. طيب ما في دورات او ما في مجال مادي، خلينا نقول الام اكثر حدا هو يلي بده يكون المعلم، لذلك دائما بقول الام لازم تثقف حالها، لازم تقرا، لازم تتعلم، لازم هي تتبع دورات تدريبيه لحتى تعرف كيف تتعامل مع اطفالها بطريقه صحيحه وبطريقه انه هي تعطيهم هي المهارات الحياتيه. هلا في عده العاب، في كتب كمان كيف نتعلم التعاون من خلال لعبه، مثلا بيكون اوقات عده اطفال بتحط بقى الام خلال اللعبه، هلا في كتب هن كاتبين فيهم الالعاب، يعني انا ححط هدول الشغلات على صفحتي على الفيسبوك، صححه المدربه رهف تسابحجي، رح احط هلا خلال هلا فتره الصيف نحط عده العاب عن هذا الموضوع، نحط شو في كتب ممكن يستعينوا فيها، شو في مواقع ممكن او فيديوهات حتى على اليوتيوب. فمن خلال هي اللعبه بيتعلم الولد انه هو كيف يعبر عن حاله، كيف يحكي، كيف مثلا يتشارك مع طفل ثاني، كيف انه اذا صار في مشكله بيناتهم ما يتقاتلوا، طيب اذا صار معهم موقف، طيب بدل ما تجي الام مثلا وتخانق وتعيط والكذا من خلال اللعبه لانه حيصير في مشاكل اجباري، فهي بقى بتجي بطريقه اوقات قصه، بطريقه بتعالج الموضوع بطريقه هاديه، بطريقه الاقناع لما نبلش وخاصة خلال اللعبة. يعني أوقات الأم بتعصب بيطلع خلقها أثناء نهار، طيب خلينا على الأقل مثلا خلال هدول ساعتين أو ثلاث ساعات تفرغ لهم من وقتها أنه هي تقعد هي وياهم يلعبوا هدول الألعاب وتشوف شو في عندهم مشاكل. حتى أوقات الأهل والآباء، من فترة كان في أب عم يحكي معي عن موضوع أولاده أنه كيف بده يتعامل معه، فبلشنا بعدة يعني خطوات ومن بيناتهم انه هو يبلش يراقب اطفاله، يبلش يحكي معهم، مو بس نحكي معهم تبع كيف الدراسة، انت بأي صف صرت، شو اسمك، مين بتحبك، تمام. يعني حتى الاب اوقات كثير ما بينخرب بهذا الموضوع، بحس انه لا انا مالي علاقة، لكن هون الاب انتبه حتى من خلال عدة العاب انه هدول الطفلين وخاصة هو كان دائما مغيب عن المنزل، اكتشف انه كل واحد شخصية مختلفة تماما، واحد بيخاف من العالم ما بيعرف يحل مشكلة، وواحد بيستغل اخوه لحتى يحل له مشاكله، فهذا اللي عم يستغل اخوه فهو منيح، يعني انه عم يعرف يدبر حاله، بس كمان اذا كبر فهي بقى بتكون مشاكل بالنسبة له وبتأثر سلبا، والتاني نفس الشيء. فهون بقى ما بتلاقي غير انه صار في بلشنا بقى نحط مخطط لكل طفل شو الاشياء اللي لازم نساويها. اكيد، ويمكن هاي التفاصيل هي بدها ممارسه وبدها شغل وبدها وقت طويل، ونحن دائما بنحاول معك استاذه رهف انه نحط هيك خطوط رئيسيه للناس. بنتمنى اكيد نحكي بفقرات ثانيه بشكل اوسع، المهم انه هو نكون قراب من اولادنا اكيد، ونعرف نتحاور معهم لحتى نقدر نحل اي مشكله بتصير ونعطيهم وقتنا،
يعني نعطيهم قسم منيح من وقتنا لحتى نقعد معهم نفهمهم يفهمونا يصير في علاقة بيناتنا. أكيد بدنا نتشكرك كتير على وجودك معنا. شكرا كتير لك. كل الشكر لك رهف. شكرا.